السلام عليكم. استكمال المحاضرة الأولى في تجهيز وإمدادات المياه من مصادر المياه إلى المستهلكين أو المجتمعات. عندنا هنا fluctuations in rate of demands اللي هي التقلبات في أو تغييرات في معدلات الطلب على المياه. يقصد التقلبات في معدلات الطلب على المياه يعني إنه في بعض الأوقات تكون الطلب على المياه يكون في ذروته، في أوقات أخرى يكون طلب على المياه أشبه إلى الصفر. ايضا المواسم تختلف من موسم الى اخر في الطلب على المياه. ايام الاسبوع ايضا تختلف في الطلب على المياه. Average daily per capita demand equal to quantity required in 12 months per 365 multiple by population. حتى نطلع معدل الطلب اليومي لكل شخص، يعني معدل الاستهلاك اليومي لكل شخص من المياه، شلون نحسب النسبة اللي هو الكمية الكلية ل 12 شهر نقسمها على 365 حتى نحولها إلى يوم في عدد السكان. Seasonal variations عندنا أول تقلبات اللي هي تصير شوكت في التباين أو التقلبات الموسمية. The demand peaks during summer. Fire breakouts are generally more in summer, increasing demand. So there is seasonal variations. التقلبات الموسمية يبلغ الطلب على المياه ذروته خلال فصل الصيف. ليش خلال فصل الصيف؟ بسبب درجات الحرارة العالية والطقس الحار، بالإضافة إلى احتياجات البشر للمياه تكون مرتفعة، بالإضافة إلى زيادة الحرائق، وبالتالي راح تزداد الطلب على المياه المجهزة لعمليات إطفاء الحرائق، لذلك يصبح هناك تباين وتقلبات موسمية في الطلب على المياه. التقلبات الثانية اللي هي daily variations. Daily variations depends on the activity. People draw out more water on Sundays and festival days, thus increasing demand on these days. التقلبات اليومية تعتمد نوع من التقلبات أو التباين على النشاط البشري اليومي، حيث تزداد احتياجات الناس للمياه خلال أيام الأحد وأيام الأعياد، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على المياه خلال هذه الأيام، في حين الأيام الأخرى من أيام الأسبوع تكون الطلب على المياه ضعيف أو ضئيل جدا. Hourly variations are very important as they have a wide range during active household working hours from 6 to 10 in the morning and 4 to 8 in the evening. The bulk of the daily requirement is taken. During other hours, the requirement is negligible. Moreover, if a fire breaks out, a huge quantity of water is required to supply during short duration, necessitating the need for maximum rate of our supply. التباين أو التقلبات خلال ساعات اليوم الواحد. يعد التباين في الطلب خلال الساعات مهم جدا، نظرا لأن لها نطاق واسع، حيث يتم أخذ أو سحب كميات كبيرة من المياه تبلغ ذروتها من الساعة السادسة صباحا إلى العاشرة صباحا، بالإضافة إلى أن تعود ذروة الطلب على المياه من الرابعة عصرا إلى الثامنة مساء، حيث يتم سحب الجزء الأكبر من الاحتياجات اليومية خلال هذا الأوقات اللي هي من الستة الصبح للعشرة الصبح، بالإضافة إلى من الأربعة العصر للثمانية بالليل، هي هاي ذروة الطلب على المياه. في حين الساعات الأخرى يكون الطلب على المياه ضئيل. علاوة على ذلك، في حال اندلاع حرائق يلزم توفير كمية كبيرة من المياه، مما يستلزم الحاجة إلى معدل أقصى الإمداد بالساعة. يعني إحنا المفروض نحسب إنه نوفر الأفرج أورلي دمان اللي هو أقصى حد بالطلب في خلال الساعة الواحدة تحسبا لعمليات الحرائق أو الطوارئ. So an adequate quantity of water must be available to meet the peak demand. To meet all the fluctuations, the supply survives, survives the reservoirs and distribution wise must be properly proportioned. The water is supplied by pumping directly and the pumps and distribution system must be designed to meet the peak demand. The effect of monthly variations influences the design of storage reservoirs and the hourly variations influence the design of pumps and service reservoirs. As the population decreases, the fluctuation rate increases.
لمواجهة جميع التقلبات والتباينات اللي تحصل، اللي هي تشمل التقلبات الموسمية والتقلبات اليومية والتقلبات خلال ساعات اليوم. لمواجهة جميع هذه التقلبات يجب أن تكون أنابيب تجهيز المياه وخزانات خزن المياه بالإضافة إلى أنابيب توزيع المياه متناسبة ومتلائمة ومتوافقة مع عدد سكان المدينة، حيث يتم توفير المياه من خلال الضخ المباشر من مصدر المياه إلى المستهلكين. بالإضافة إلى أنه المضخات ونظام التوزيع يجب أن تكون على أهبة الاستعداد لتلبية ذروة الطلب. يؤثر التباين الشهري على تصميم خزانات خزن المياه، وتباين خلال ساعات اليوم تؤثر أيضا على تصميم المضخات وأنابيب تجهيز المياه من المصدر إلى المستهلك، لذلك يجب توفير كمية كافية من المياه لتلبية ذروة الطلب على المياه. الحساب الماكسيمم ديلي ديماند اللي هي ذروة الطلب اليومي على المياه من خلال القانون 1.8 في الأفرج ديلي ديماند. الأفرج ديلي ديماند اللي هو أيضا هسه نحسبه من خلال بالمثال، عندنا الماكسيمم اورلي ديماند. ماكسيمم عندنا احنا الماكسيمم ديلي ديماند والماكسيمم اورلي ديماند. الماكسيمم ديلي ديماند يعني نقصد بها المتطلب اليومي على المياه. الماكسيمم اورلي ديماند هو المتطلب خلال ساعات الواحده من اليوم على المياه. الماكسيمم اورلي ديماند شلون نحسبه؟ 1.5 في الافرج اورلي ديماند او 1.5 في الماكسيمم ديلي ديماند. طبعا هاي ال24 حتى نحول تقسيم 24 حتى نحول من الايام الى ساعات. عندنا احنا بالقانون الاول اللي هو ماكسيمم ديلي ديماند قلنا 1.8 في الافرج ديلي ديماند، يعني راح شو نقول 1.5 في 1.8 يصير 2.7 في الافرج ديلي ديماند تقسيم 24 حتى نحولها الى الساعات. Example: A community with a population of 22,000 has an average consumption of 600 liter per capita per day, and the fire flow dictated by building of ordinary construction with. هنا عندنا مجتمع أو مدينة عدد سكانها 22,000 نسمة. قايل لك معدل استهلاك الشخص الواحد من المياه باليوم، يعني كل شخص من دول 22,000 كل شخص يستهلك 600 لتر باليوم. كل شخص يستهلك 600 لتر باليوم. هذا المجتمع أو هذه المدينة اللي هي شنو مساحتها؟ مساحتها عبارة عن بناية مكونة من 6 طوابق، كل طابق اللي هو 1000 متر مربع. طبعا قايل لك هنا نوع البناية اللي هي ordinary construction اللي هو راح نحتاجه شنو؟ حساب السي اللي هو الكونستانت، خدناه بالمحاضرة السابقة. السي اللي يعتمد على نوع المنشأ أو نوع الهيكل أو نوع البناية حتى نعوض قيمة السي. فهسه أول خطوة نحسب الـ average daily consumption of أو الـ average daily demand. الـ average daily consumption اللي هو شنو؟ عدد السكان في معدل استهلاك الشخص الواحد. عدد السكان في معدل استهلاك الشخص الواحد. عدد السكان عندنا 22,000، معدل استهلاك الشخص الواحد من المياه اللي هو 600 راح يطلع لنا 13,200 متر مكعب لكل داي. هنا عندنا اما تحسبها بالنظام الامريكي او النظام الانجليزي، النظام الامريكي لتر بير داي، بس تقسمها على 1000 راح تتحول الى متر مكعب لكل داي. هسه هاي الافرج ديلي ديماند. الماكسيمم ديلي ديماند او الماكسيمم ديلي كونسومشن شي يساوي 1.8 في الافرج ديلي ديماند مثل ما موجود بالقانون اعلى. 1.8 في الافرج ديلي ديماند. الافرج ديلي ديماند احنا طلعناه بالقانون السابق، فنقول 1.8 في 13,200 راح تصير 23,760 متر مكعب لكل يوم. هسه نوجد ماكسيمم اورلي ديماند او ماكسيمم اورلي كونسومشن. الماكسيمم اورلي كونسومشن اللي هو احنا قلنا 1.8 في ال في ال 1.8 في الماكسيمم ديلي ديماند، او نقول 1.8 في 1.5 في الافرج ديلي ديماند اللي هي 2.7 في الافرج ديلي ديماند.
الاثر الجديد ما نحن طلعنا من القانون السابق 13200، فنقول 2.7 في 13200 راح تطلع لنا الماكسيمم اورلي ديماند. طبعا هذا الرقم نحاوله حد الساعات فنقسمه على 24 مثل ما موجود بالقوانين، نقسمه على 24 حتى يتحول الى متر مكعب لكل اور. هسه نحسب الفاير ديماند اللي هو المتطلب الحرائق. متطلب الحرائق اللي هو قانونه احنا قلنا اما نحسبه من المساحة او نحسب من المساحة المجهزة لها المياه او نحسبه من البوبوليشن، هاي طرقنا لها بالمحاضرة السابقة. فهسه عندنا احنا المساحة موجودة معطاة بالسؤال، فنقول 300 نستعمل قانون المساحة اللي هو 320 سي جذر اي. 320 السي احنا هنا قلنا اخذنا بالمحاضرة السابقة السي اذا كانت اوردينال كونستراكشن السي يبلغ 1 قيمته، فنقول 320 في 1 جذر اي، الاي اللي هي المساحة الكلية، المساحة الكلية مساحة الطابق الواحد في عدد الطوابق اللي هي تصير الف في 6 تحت الجذر، فهنا انا راح صير 24787 متر مكعب لكل يوم. هنا انا قيمتها اصغر من 32 متر مكعب لكل دقيقة. هنا طبعا نحولها الى دقائق، فش نحولها نقسم هذا الرقم على 24 حتى يتحول الى ساعات، وال24 نقسم انه بنقسمها على 60 حتى يتحول الى دقائق. يعني نقسم ال24 1787 تقسيم 60 في 24 حتى يتحول الى متر مكعب لكل دقيقه، حتى نقارنه ويا ويا المحددات التصميميه اللي تبلغ كل ما يتجاوز 32 متر مكعب لكل دقيقه. عندنا فاير فلو ديوريشن اللي هي احنا قلنا تبلغ من 4 الى 10 ساعات بالمحاضره السابقه. ذا توتال فلو ريكوايرد دورينج ذيس داي، هسه حتى نوجد الكميه المياه المجهزه الكليه او المستهلكه في هذه المدينه، كميه المياه الكليه ايش راح تصير؟ ماكسيمم اورلي ديماند زائد الفاير ديماند. بس نقول 23760 اللي هو شنو قيمة الماكسيمم ديلي ديماند. ماكسيمم ديلي ديماند الفاير ديماند عندنا شقد 24787. هنا ليش اخذ ما اخذ المتر مكعب لكل منت؟ لان الماكسيمم ديلي ديماند اخذها بالمتر مكعب لكل يوم، لان احنا عندنا التوتال فلو هو شو يشمل؟ ماكسيمم ديلي ديماند زائد الفاير ديماند. ماكسيمم ديلي ديماند اخذناها متر مكعب لكل يوم زائد فالفاير ديماند اذا نحن اخذها متر مكعب لكل يوم. هاي القيمه الكليه راح نقسم نقول في 10 على 24. طبعا العشرة اللي هي 10 ساعات قسمناها على 24 ليش؟ حتى نحولها الى يوم حتى تتجانس الوحدات ويا الماكسيمم ديلي ديماند بالاضافه الى الفاير ديماند، فنقسم العشر ساعات على 24 فراح تطلع النتيجة 34000 متر مكعب لكل يوم. بالمعتبرات التصميمية احنا ماخذيها الماكسيمم اورلي ريت اللي هو 35640 متر مكعب لكل يوم، فهذه القيمة صارت اصغر من اتها اللي هي ماكسيمم اورلي ريت طلعناها بالقانون السابق اللي هي قيمة 35640، فال 34 اصغر من اتها، فلازم نوفر كمية الماكسيمم اورلي ريت. يعني احنا قلنا تجهيز اي مدينه او امداد اي مدينه بالمياه لازم يصير يا اما قيمه الماكسيمم اورلي ديماند او اكبر منها، فما يصير اقل منها. فهسه من جمعنا الماكسيمم ديلي ديماند بالاضافه الى الفاير ديماند طلعت لنا قيمتها اصغر من الماكسيمم اورلي ديماند، فلذلك راح نعتمد على تجهيز المياه لهذه المدينه على الماكسيمم اورلي ديماند اللي هي 35640 متر مكعب لكل يوم. فهذه الانابيب او مضخات او انظمة التوزيع لهذه المدينة راح تستوعب هذه الكمية من المياه المجهزة من المصدر الى هذه المدينة. Design period and population forecast، الفترة التصميمية المشروع تجهيز المياه بالاضافة الى توقعات نمو السكان.
This quantity should be worked out with due provision for the estimated requirements for the future. The future period for which a provision is made in the water supply scheme is known as the design period. تعرف الفترة المستقبلية التي يتم فيها توفير مخصصات إضافية في مخططات إمداد أو تجهيز المياه من مصدر المياه إلى المستهلكين. تعرف هذه الفترة بالفترة التصميمية، حيث يجب وضع هذه المخصصات المستحقة للطلب المستقبلي على المياه. يعني احنا الفترة المستقبلية أو الفترة التصميمية اللي هو فترة يتم وضعها يعني في 30 إلى 50 سنة مثل ما طرقنا لها في المحاضرة السابقة، حتى ننطي سافيت فاكتور للمشروع المجهز للمياه. Design period is estimated based on the following. يتم تقدير الفترة التصميمية لمشروع تجهيز المياه بناء على عدد من العوامل. من هذه العوامل اللي هو useful life of the components considering obsolescence wear tear etc. اللي هو العمر المفيد للمكون مع مراعاة التقدم والتلف والتطور. يعني أجزاء المكونات تجهيز المياه كأن يكون أنظمة توزيع المياه بالإضافة إلى المضخات بالإضافة إلى أنابيب تجهيز المياه، فلازم تأخذ هذه كلها بنظر الاعتبار ويوصف اللايف اللي هي عمر العمل لهذه المكونات. Expandability aspects اللي هي شنو الجانب التوسعي اللي يقصد به الجانب التوسعي للمدن. فلازم اتوقع انه هذه المدينه اذا اصمم مشروع في 30 سنه مستقبلي لازم اضمن انه خلال هذه الثلاث سنه هل هذه المدينه راح تتوسع ام راح تبقى على نفس هذه الكثافه السكانيه ونفس هذه المساحه. فلازم انا ادرس الجانب التوسعي لهذه المدينه. Anticipated rate of growth of population including industrial commercial developments and migration immigrations. لازم ندرس معدل النمو السكاني المتوقع لهذه المدينة بما في ذلك التطورات الصناعية التجارية بالإضافة إلى الهجرة. Available resources اللي هي الموارد المتاحة في هذه المنطقة وفي هذه المدينة اللي من خلالها راح أجهز أو أصمم مشروع تجهيز إمداد المياه من المصدر إلى المستهلك. Performance of the systems during initial period أداء وكفاءة نظام توزيع المياه خلال الفترة الأولية للمشروع. يعني أضمن أنه ما هي كفاءة أو أداء هذا النظام في إيصال المياه من المصدر إلى المستهلك. Population forecasting methods عندنا هنا عدة طرق لحساب الكثافة أو النمو السكاني لأي مدينة بالمستقبل. The various methods adopted for estimating future populations are given below. The particular method to be adopted for a particular case or for a particular city depends largely on the factors discussed in the methods. And the selection is left to the discretion and intelligence of the designer. طرق حساب النمو السكاني. هناك طرق مختلفة معتمدة لتقدير أعداد السكان وكثافة السكان لأي مدينة في المستقبل. تعتمد الطرق التي يتم اعتمادها لمدينة معينة على العوامل التي تم مناقشتها سابقا اللي هي بالديزاين اند ديزاين بيريود اند بوبوليشن فوركاستنج اللي أخذناها اللي هي خمس نقاط ذني. فتعتمد على هذه العوامل بالإضافة إلى أنه الطريقة المناسبة لحساب النمو السكاني تترك إلى المصمم وكذلك بالاعتماد على ذكائه في تحديد الطريقة المناسبة في حساب النمو السكاني. عندنا هنا عدة طرق لحساب النمو السكاني اللي هي تشمل arithmetic increase method, geometric increase method, incremental increase method, decreasing rate of growth method, simple graphical method, comparative graphical method, ratio method, logistic curve method. عندنا 8 طرق لحساب النمو السكاني والكثافة السكانية للمدينة في المستقبل.
أول طريقة اللي هي arithmetic increase method، طريقة الزيادة الحسابية. This method is based on the assumption that the population increase at the constant rate. هذه الطريقة تعتمد على افتراض أن عدد السكان يزداد بمعدل ثابت. هنا بهاي الطريقة أنه فياخذ مثلا خلال 10 سنوات أنه ما دام ازداد عدد السكان مثلا خلينا نقول 3% أو 4% من العدد الأصلي، فإنه راح يستمر على هاي الزيادة، إنه هو كل 10 سنوات راح يزيد مثلا 3 أو 4 أو 5% وهكذا، يستمر على هاي الزيادة لأنه هي نسبة ثابتة من خلال قانون البي تي يساوي بي نوت زائد كي في التي. البي تي يقصد بها يعني population في الزمن المراد حساب له، يعني مثلا بالمستقبل أنا أريد أحسب الكثافة السكانية في هاي المدينة لسنة 2030، فالبي نوت لا، الكثافة السكانية الحالية يقصد بها البي نوت الكثافة السكانية الحالية، بينما البي تي لا، الكثافة السكانية المستقبلية في كذا سنة. هذه الطريقة هي من الطرق الأكثر قابلية للتطبيق وين بالمدن الكبيرة والقابلة للتوسعة. الطريقة الثانية اللي هي geometric increase method، طريقة الزيادة الهندسية. هذه الطريقة تعتمد على فرضية. شنو هذه الفرضية؟ انه معدل النمو السكاني يزداد بنسبة مئوية ثابتة. هناك بالطريقة السابقة تعتمد على فرضية انه عدد السكان يزداد بنسبة ثابتة، هنا لا، يزداد بنسبة مئوية ثابتة اللي هي استعمل بيها اللين. هناك لا، هناك استعمل population مباشرة، هنا لا، راح استعمل اللين واللوغارتيمي، يعني زيادة لوغارتيمية راح تصير بهاي الحالة. فيجب استخدام هذه الطريقة بحذر. ليش؟ لأنه طالما استخدام إنه هو فرضية لوغارتيمية، فلذلك راح الزيادة راح تصير أي خطأ بها راح تصير زيادة كبيرة ولا تمثل لأي صلة بالواقع. فعند تطبيقها تؤدي إلى نتائج كبيرة جدا بالنسبة للمدن سريعة النمو وفي وقت قصير نسبيا. يتم تطبيق هذه الطريقة على وجه الخصوص بالمدن ذات نطاق توسيع غير محدود. Incremental Increase Method، طريقة الزيادة التدريجية. هذه الطريقة يفترض أن معدل الزيادة في الكثافة السكانية أو النمو السكاني قد يتزايد أو يتناقص بشكل تدريجي، يعني من يعتمد اعتمادا على متوسط الزيادة في الماضي هل هو إيجابي أم سلبي. طبعا يقصد به إيجابي أو سلبي، إنه هو إيجابي إذا صارت به نسبة زيادة سكانية عن الماضي، سلبي لا، إذا صارت به نقصان عن الماضي. فكلما زادت كثافة السكانية عن السنة اللي قبلها فيحسبوه إنه هو إنكريز، بينما يحسبها ديكريز إذا قلت عن السنة اللي قبلها. يتم حساب عدد السكان لعقد مستقبلي عن طريق إضافة متوسط الزيادة الحسابية إلى آخر مجموعة معروفة، ويضاف إلى ذلك متوسط الزيادة التدريجية مرة للعقد الواحد ومرتين للثانية وهكذا. يعني إحنا متوسط الزيادة التدريجية نضيفها مرة واحدة إذا كان مثلا أدنى الفرق بين السنة المعروفة والسنة المجهولة اللي هو عقد واحد. يعني مثلا احنا حاليا بال2021، اذا اريد احسب الكثافة السكانية بال2031، فالزيادة التدريجية راح تصير هنا مرة واحدة لان راح تصير خلال عقد واحد. اذا اريد احسبها بال2041 فراح تصير الزيادة التدريجية مرتين راح نضيفها. ليش؟ لان راح تصير عقديا وهكذا، كلما يزداد عن العقود كلما تزداد النسبة الزيادة التدريجية معها. الطريقة الرابعة decreasing rate of growth method، طريقة معدل النمو السكاني المتناقص. In this method, the average decrease in the percentage increase is worked out and is then subtracted from the latest percentage increase to get the percentage increase of next decade. هذه الطريقة يتم حساب متوسط الانخفاض في النسبة المئوية الزيادة في النمو السكاني أو الكثافة السكانية، ثم يتم طرحها من آخر زيادة في النسبة المئوية للحصول على النسبة المئوية للزيادة في العقد المستقبلي. الطريقة الخامسة اللي هي Simple Graphical Method، اللي هي طريقة
رسومية. And this methodograph is plotted from the available data between time and population. The curve is then smoothly extending up to the desired year. This method gives very approximate results and, should be used along with other forecasting methods. طريقة رسمية. في هذه الطريقة يتم رسم بياني للبيانات المتوفرة. يعني شو راح يصير الرسم؟ الرسم راح يصير بين الزمن أو السنوات أو الوقت وبين عدد السكان، ثم يتم تحديد المنحني بسلاسة حتى العام المطلوب. يعني احنا نرسم مخطط بياني بين عدد السكان وبين السنوات. يعني مثلا خلينا نقول احنا متوفرة عندنا فد خمس عقود البيانات كثافة السكانية لمدينة معينة متوفرة لخمس عقود، فنرسم هاي الكثافة السكانية لخمس عقود ونسقطها على الرسم البياني. وش راح نسوي؟ نجر هذا الرسم البياني أو الخط اللي ظهر عندنا من الرسم البياني من تقاطعات الوقت والسكان، نجره إلى السنة المجهولة العدد السكان. يعني مثلا احنا متوفرة عندنا الكثافة السكانية من 1950 إلى 2020، فنحاول نرسم الكثافة السكانية من 1950 إلى 2020 رسم بياني بين السنوات وبين الكثافة السكانية، فأكيد راح يصير عندنا كير. هذا الكير راح نمده على ما هو موجود إلى سنة 2040. خلينا نقول مثلا هي سنة 2040 مجهولة، خلينا نقول نمدها إلى سنة 2040 ومن خلالها نستخرج قيمة الكثافة السكانية. Comparative Graphical Method، طريقة رسومية المقارنة. In this method the cities having conditions and characteristics similar to the city whose future population is to the estimated and selected. It is then assumed that the city under considerations will develop as the selected similar cities have developed in the past. طريقة رسومية المقارنة. في هذه الطريقة يتم اختيار المدن ذات الظروف والخصائص المشابهة للمدينة التي سيتم تقدير عدد سكانها في المستقبل. يعني هنا هاي الطريقة عليها من تعتمد، هي من اسمها طريقة رسومية المقارنة. يعني راح يقارن المدينة ذات عدد السكان المجهول مع مدن معلومة العدد السكان، فأشابه يعني مثلا هاي المدينة انه مساحتها، ظروفها المناخية، ظروفها الطبيعية، عدد سكانها يكون مشابه الى فلان مدينة، يعني المدينة الفلانية المعلومة الكثافة السكانية. فمن خلال المقارنة مع عدة مدن مشابهة لهذه المدينة من حيث الظروف، فراح استخرج الكثافة السكانية لهذه المدينة المجهولة. ratio method، طريقة نسبية. In this method the local populations and the country's population for the 4 to 5 decades is obtained from the census records. The ratio of local populations to national population are then worked out to for these decades. A graph is then plotted between time and this ratio and extended up to design period to extrapolate the ratio corresponding to the future design year. The ratio is then multiplied by the expected national population at the end of the design period so as to obtain the required city's future population. طريقة النسبية. هذه الطريقة يتم الحصول على السكان المحليين أو الكثافة السكانية لهذه المدينة المجهولة الكثافة السكانية خلال العقود.